ليه كهربا موجود في النادي الاهلي؟ طبعا من رقم خلال واحد طرق الارقام، اللعب اول اللي ممكن حاجه يلعب بيها. كهربا رقم واحد، يعني اول طريقه احنا عاملين كذا طريقه، مرونه تكتيكيه رهيبه يديها لك كهربا. اول حاجه في حاله غياب رمضان صبحي في البدايه، لان رمضان مثلا هيبقى بقى شهر ونص، فكهربا هيدخل يقدر نستغله في مركز الجناح الايسر اللي هو ايه، اللي هو المكان اللي بيتالق فيه كهربا، اللي هي اول صوره في التشكيل معانا، اللي هي في ناحيه الشمال، اللي هي كهربا كجناح ايسر تعويضا لغياب رمضان صبحي. ديت الصوره هنلاقي فيها كهربا، وليد سليمان، الشحات، اجاييه، طريقه نموذجيه لفكر فايلر. لا، ده بالنسبه ده بالنسبه لشكل للفتره اخر الاولى، تشكيل. للفتره الاولى ممكن ان انت تحطه مكان رمضان صبحي، ده الحل الاول. الحل الثاني، كهربا ممكن تحطه كجناح يمين في حاله ايه، في حاله عوده رمضان صبحي، تقوم حاطط كهربا ناحيه اليمين وتبدا بجونيور اجاييه كمهاجم وهمي، ورمضان صبحي في مكانه، وتدخل حسين الشحات في العمق، تلعب ب 4 1 4 1 زي ما لعب في المباراه الاخيره لما حط حسين الشحات مثلا جنب قفشه في العمق، وكهربا هنا، ورمضان صبحي هنا، ومثلا اجاي او ازارو قدام. يبقى انت عندك ده الحاجه الثانيه او الاقتراح الثاني للتشكيله، ان كهربا ممكن يكون متواجد فيها كجناح يمين، ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، ودي ممكن تكون واحده من الحلول المهمه جدا خاصه في المباريات اللي على ملعبك، ان كهربا ممكن يلعب كمهاجم ثاني متحرك في طريقه لعب 4 4 2، ودي الطريقه اللي ممكن فايلر بنسبة كبيرة متعاقد مع كهربا عشان يحطه في الحتة دي تحديدا. ليه؟ لأن أنت عندك واحد زي رمضان، هي بالظبط اللي قدامنا على الشاشة دي، عندك رمضان صبحي ناحية الشمال، حسين الشحات ناحية اليمين، كهربا والاسترايكر قدامه اللي هو أجاييه اللي هو المهاجم المتحرك أو أزارو، بيتحرك على الأطراف بشكل مميز جدا، وكهربا بيخترق من العمق، لأن زي ما قلنا كهربا معدل محاولاته مميز جدا على الجون، الفينش بتاعه عالي قوي، الأسيست بتاعه عالي، بيجيب أهداف كتير، وبالتالي كهربا تقدر تستغله في الحتة دي. الحاجة الرابعة، ده كده ده احنا كده اتكلمنا في ثلاث تشكيل. التشكيل الرابع ايه بقى؟ ان كهربا ممكن يكون مهاجم وهمي يحطه، وده احنا كل دلوقتي بنشوف ليفربول بيلعبوا مثلا بفيرمينيو في النهارده مثلا او في الفترات الاخيرة بيلعبوا محمد صلاح مهاجم وهمي، كهربا تحطه كمهاجم وهمي وتلعب من تحته ب 4 2 3 1 عادي خالص. اقول اي اسماء، اي قفشة، وليد سليمان هنا، رمضان، الشحات، اي حد على اطرافه، كهربا هو اللي بيبقى زي ما لعب مع كابتن حسام البدري في منتخب مصر وسجل هدف. اذا عن اهي دي اللي قدامنا على الشاشه، كهربا كمهاجم وهمي في طريقه لعب 4 2 3 1 ايا كانت الاسماء مين يعني تحته، لكن احنا بنتكلم على المرونه التكتيكيه اللي بيضيفها كهربا. اربع مراكز، جناح ايسر، جناح ايمن، مهاجم متحرك كمهاجم تاني تحت الفرود الرئيسي، الحاجة الرابعة المهاجم الوهمي. إذا أنت عندك أربع أماكن لكهربا بيقدم لك فيها الحلول، والفريق الكبير اللي يبقى عنده دكة كبيرة ودكة مهمة برضو. ده مش معناه أن مين هيقعد دكة، لأن طبعا عندك مش معناه، معلش واحدة واحدة، الناس بتاخد الكلام ده وتحطه وتقطع، لكن ده مش معناه ان مين ده، انت بتقولش معلومه، انت بتقول توقع توقع لما قد يحدث. طب احنا مدين اربع توقعات، وفايلر هو اللي بيختار تحليل اربع توقعات، يعني في اربع تشكيلات، اربع اماكن لكهربا، يلعب هنا يلعب هنا يلعب هنا. وعلى فكره الفرق ما بين النادي الاهلي وما بين باقي الانديه، ممكن يلعب وممكن ما يلعبش، طبعا عندك لعيبه مميزه كتير ممكن بتدي خيارات طبعاً افضل للمدير. ما هو الفرق ما بين النادي الاهلي حاليا وباقي الانديه في الدوري المصري الدكه، ان انت عندك مفيش لعيب بديل ولاعيب اساسي، عندك ال 30 لعيب 10 على 10 كلهم اسماء كبيره وكلهم نجوم، عندك حلول كتير، ما بتحسش بغياب نجم، ودي الحاجه المهمه جدا في النادي الاهلي، الفرقه عن باقي الانديه الموجوده في الدوري المصري. عشان كده وجود لعيب زي كهربا زي ما اتكلمنا، ممكن تستخدمه كمهاجم وهمي، ممكن تستخدمه كمهاجم تاني مهم جدا، ممكن تستخدمه كجناح يمين، ممكن تستخدمه كجناح شمال. اذا اربع اماكن لكهربا بتديك حلول مهمة جدا. ولو بصينا على أرقام كهربا مقارنة في عدد الأهداف تحديدا، في عدد الأهداف مهمة جدا، إن كهربا أهدافه عالية جدا، يعني مقارنة بوليد سليمان، بأجاييه، يعني فأنت بتتكلم في لعيب جايب 67 هدف، رقم كبير جدا، يعني لعيب بيعرف يجيب جون. كهربا كمان لما يجي النادي الأهلي بإذن الله، ويعني ربنا يكرمه بإذن الله ويوفقه، أعتقد إن هو ممكن يوصل ل 100 هدف في مسيرته مع النادي الأهلي. كل ده الجانب الفيزيك، كل ده الجانب التكنيكال. الحاجة التانية الفيزيكال اللي هو الجانب البدني، كهربا على المستوى البدني كويس جدا، ما شفنا له يعني، ممكن لعيب تاني مثلا بيبقى تاريخ ليه تاريخ إصابات، كهربا على المستوى البدني مميز، دايما بيكمل 90 دقيقة، دايما بيبقى لعيب أساسي في جميع الأندية اللي لعب ليها، أو زي ما احنا شايفين ده كانت مباراته قدام مع النادي الأهلي بتشيرت النادي الأهلي قدام أتلتيكو مدريد، ده لعيب مهاري قوي ولعيب ترقيصاته حلوة ومراوغ، لعيب مميز جدا في الواحد على واحد زي ما احنا شايفين، كورته حلوه جدا، دي حلو يعني بيديك برضو.
بص حضرتك دي المباراه اللي كانت يوم 30/12/2017 في كان بتيشيرت النادي الاهلي اتلتيكو مدريد قدام اتلتيكو مدريد. طبعا القناه كانت واخده المباراه دي حصريا. الجانب الثاني النقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها الفيزيكال على المستوى الطبي. ممكن يكون لعيب الهيستوري بتاعه مثلا عنده الاصابات كتير، لا كهربا على المستوى الاصابات الحمد لله كويس. الحاجه الثالثه لما بتيجي نقيم السايكولوجيكال على المستوى الجانب النفسي، كهربا لما يجي وسط منظومه النادي الاهلي بتختلف عن منظومه اي نادي تاني. يعني ايه الجانب السايكولوجيكال؟ الجانب النفسي لما بتيجي تعمل سكاوتنج اللاعب، بتدور على لاعب بتشوفه مشكله عمل ايه مثلا في المشكله دي وتصرفه كان عامل ازاي. ده لما بتيجي تعمل سكاوتنج اللاعب. كهربا طبعا لما بيجي تحت منظومه النادي الاهلي وتحت هيبه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي مختلف، مجرد بس ان انت دخلت النادي الاهلي بيختلف عن اي نادي تاني. الحاجه الرابعه الجانب السوشيال. السوشيال ده بقى على المستوى الاجتماعي، بتشوف تعامل اللاعب في نفسه على المستوى الاجتماعي عامل ازاي. كهربا على المستوى الاجتماعي اعتقد ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، لعيب كمان عنده الرغبه. الميزه كمان في الصفقات النادي الاهلي اللي جت في الفتره الاخيره ان كلها عندها الرغبه بقوه ان هي تلعب في النادي الاهلي، دي حاجه مهمه جدا. حاجة مهمة سواء جدا كهربا سواء حسين الشحات سواء حمدي فتحي سواء اكتر من لاعب، يعني عشان ما ننساش طبعا رمضان صبحي، اكتر من لاعب جم في الفتره الاخيره تمام عندهم الرغبه بقوه ان هم يرتدوا تيشيرت النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه جدا. عموما دي اهم ما يميز محمود كهربا في كل